السلام عليكم، معكم حمزة من ميزولايت. اليوم غادي نشوفو تشالنج تاع انستروم سي تي اف باينري سمو اوفر فلو دو بتسوش ديزاكتيفو اس ال ار بهذا الكوماند هذا. بون شا عطاونا دو فيشي باينري و السورس كود تاعه في السي الباينري سي تاع كشغل اكزيكوتي executable 32 bit تاع لينكس او ال اف ياك و عطاونا سورس كود سي تاع اوفلو 2 سي سورس كود هو كشغل فيه المين المين باسي لك شغل تباسي لا ارغومون و هذاك الارغومون يباسي لها واحد فونكسيون سموها فولنيراب فونكسيون فولنيراب شافيه شغل لي يصنع هكا طابلو تاع طابلو سموه بافر فيه 16 كاركتر شغل خاوي هذاك بيان سور و يكوبي فيه هذاك البارامتر اللي عطيناه للبروغرام هذا بهذا الكوموند هذا string copy سي تو سي كيفي كاين تانيك واحد الفونكسيون سمو جيف شيل دونك لو بو تاع هاد التشالنج هي بيان سور نديرو بفر اوفر فلو هنايا نعطيو له شغل انبوت كبير على 16 ولكن لقى في هذا بفر اوفر فلو لقى شغل نبدلو لو فلو تاع البروغرام دونك في بلاصه ما يخرج من الفونكسيون هذا فولنيراب اللي قنقزو الجيف شيل دركا هي في الاسامبلي ولا في الاركيتكتور اون جينيرال تاع لي بروغرام غادي هو كي يدخل في الفونكسيون هذا فولنيراب غادي يحط فوق ستاك يحط لادريس ريتيرن ادريس يسموها ريتيرن ادريس هذاك غادي كيحطها فوق ستاك هي زعما كي يكمل من الفونكسيون هذا يعيط هذاك الريتيرن ادريس باش يرجع للمين دركا حنايا بويسكو هذا الشغل هذا الطابلو هذا الاري راه فوق ستاك نجمو نعطوه شغل string ولا دي كاركتر و اكثر من 16 باش نزيدو نكتبو في الارام في ستاك هذاك وكي نكتبو في ستاك لك نوصلو حتى للريتيرن ادريس وهذاك الريتيرن ادريس غادي يكون فيه واحد الادريس يكون فيه زعما باش يرجع هنايا كلكو بار ايسي وحنا غادي هذاك الريتيرن ادريس نعوضوه بالادريس تاع كيف شاب ياك بون غادي نشوفو كي نديرو هادي دونك هي الحاجة الأولى اللي قلنا الأدريس تاع جيف شيل ياك هي سهلة الأدريس تاع جيف شيل نحلو جي دي بي باغ إكزومبل أوفر فلو دو و نستعملو لا كوموند إنفو فانكشنز غادي تعطينا قال زعما لي فونكسيون تاع لي راه في هاد الإكزيكوتابل هذا و غادي نلقاو لادريس تاع جيف شيل هذا هو لادريس تاعه و هذا نحطوه باسكو نسحقوه من بعد دركا خاصنا نلقاو كيفاش عامل كاركتير اللي نحطو فيه هذاك البارامتر اوفر فلو دو اللي نعرفو واش عامل كاركتير اللي نعطوه هنايا باش يصرى الاوفر فلو ونعاودو الريتيرن ادريس هذاك دونك على بالنا بلي البافر فيه 16 بصح تخيل بلي ما عطاوناش السورس كود دونك الا ما عطاوناش السورس كود نجمو زعما نصنعو بما يسمى فازر وهذه سيتا كشغل سيتا بروغرام نكتبو اون بايثون باش نقاو زعما زعما ان بو بري وين تا البروغرام يتكراش فيها دونك نصنعو فازر دوت باي
وغادي تشوفو كاع لي بروغرام اون بايثون يبداو كتريا كيما هكا environment بايثون. وهذا ستار سي زعما ماشي اوبليغاتوار، ولكن كي شغل غادي يساعدك، غادي نوريكم عليه. غادي هنا نديرو برينت هلو وود ياك. دونك نورمالمون البروغرام هذاك تعيط له كيما هكا ياك، بايثون فازر دوت باي. ولكن من احنا درنا هذاك السطر الاول هذا نجمو نردوه اكزيكوتاب سي اش مود بلس اكس فازر دوت باي، ونجمو نعيطو له ديريكت كيما هكا. غادي كي ترد اكزيكوتابل غادي الحاجه الاولى اللي غادي ديرها يشوف السطر الاول شافيه، كي يشوف السطر الاول بلي لقت اكزيكوتيه بالبايثون غادي هو بروحه يفهم بلي ستا سكريبت بايثون، وغادي اكزيكوتي بالبايثون انتربريتر بيان. دونك غادي نسحقو كلكو موديول سورتو من السوب بروسيس باش نقلعو بروسيس تاعنا بيان سور. سوب بروسيس امبورت نسحقو بايب دوك نشوفو عليه، وغادي بالك نسحقو تانيك سليب عباك حنا نبغو نرقدو بزاف. نصنعو دو فاريابل ديس و ريبيت، ريبيت نحطو في زيرو، و نصنعو لوب ياك. دونك هذا الريبيت هذا كل خطره نزيدو له ستيب. دونك في اللوب الاول غادي ريبيت يكون 10، اللوب الزاوج يكون 20 30 40 الى اخره. وغادي شغل نقلعو بروسيس في بي اوبن ياك. وهذاك بي اوبن فيه شغل دي زارغومون كيما هكا اوفرفلو 2 ياك. وش تانيك اوفرفلو 2 وخاصنا الارغومون ياك. و std out نقول له صح ايتيكال بايب هي على نديروها هذه هي بزعما نجمو نجبدو نسموه الاوتبوت تاع البروغرام تاعنا. دونك هذه زعما سي ليكيفالون زعما كي كنا قبيلات في الشات سي ليكيفالون تاع هذه. دونك غادي نعيطو البروغرام اوفرفلو 2 وهذا هو البارامتر تاعه ياك. ولكن حنا غادي نعطوه بارامتر ديناميك سما نقولوا له ا فوا ريبيت. دونك في اللوب الاول غادي يعطيه بارامتر في 10 تاع لي زا، في اللوب الزاوج يعطيه 20 ا 30 الى اخره. وهنا نقولو بروسيس كوميونيكيت. دونك هذيك شغل هي دي كوميونيكاسيون مع البروسيس. دونك شنو نجمو نديرو برينت هي بور لانفورماسيون تاعنا، نقولو زعما شحال من الاد عطينا له ياك. بيان سور نديرو اف ستيتمنت، راني مولف السي على بالك السي و جافا اللي قلنا. بروسيس بوان ريتيرن كود. دركا قال لي بروسي عندهم شغل ريتيرن كود ريتيرن ان كود، وهذاك الكود الى يكون زيرو ثم البروغرام اي سي بيان زعما تيرميني كان ما صراوش دي بروبليم.
بصح الا يكون الا ما يكون زيرو سما غادي سما صرا واحد الحاجه ياك. دونك حنا غادي نشوفو الا البروسيس كود ما فيهش زيرو سما صرا بروبليم، نقولو لا بريك، نخرجو من اللوب. سينو دائما باش ننتقلوا البروغرام شويه كيما هكا، نقولوا له sleep for a half a second، نص سكوند، و على فا نعطوا الانفورماسيون بلي شغل البروغرام تكراشا، كيعطينا له طون، كيعطينا لها زعما هذيك العدد تاع الكاركتير هذاك. واه هي وقيلا كنا قادرين نديرو نورو زعما الاوتبوت، بصح حنا ما نسحقوش الاوتبوت. دونك شوفو اش يدير. سي اش مود بلس اكس فازر ياك، نعيطو فازر تاعنا. قالك البروغرام تكراشا كيعطينا لنا 30 كاركتير. دونك نجمو نفيريفيو هادي ياك، اوفرفلو 2 نطولر برينت، سمحولي نطولر 30 كاركتير تاع ا، ما يهمش زعما واش الكاركتر عندك. عطانا سيجمنتيشن فولت، و سيجمنتيشن فولت هي كي صافي دير زعما كي البروغرام يسي يكتب في ميموار ولا يسي يقرا من الميموار اللي ما عندهاش ما عند سان اكزيست با ولا ما عندهاش الدروا باش يخرب فيها، راك فاهم. دونك سي بيان، رانا على بالنا نسمى بلي البروغرام راه فونيراب لستاك واه للبفر اوفر فلو. دونك غادي نحلو درك جي دي بي، نحلو جي دي بي ونشوفو اش غادي يعطينا. نقولو ار ار هي زعما هي الران، ونعطوه لو كسمو اللي قلنا برينت ا 30 فوالا. وغادي يقول لك 6F صافي دير سيجمنتيشن فولت، يعطيك شغل واحد الادريس هنايا. ورانا نشوف كاروتيه، كاروتيه هي دوبل ا. دونك هي اللي نشوفو الادريس او اي بي، EIP سما راه يحول EIP هي instruction pointer، راه يحوس يقرا هذا الادريس. ولكن هذا الادريس كشغل سان اكزيست با ولا ما عند ما فيهش زعما حاجه امبورطون، دونك راه يقول لك راه يتكراشا. دونك هي باش نقاول كيما يقولوا الاوفسيت مش عامل قلق نعطوه. نجمو نستعملو واحد البروغرام سموه باترن كرييت، وباترن كرييت هذا غادي شغل يصنع لنا سيري تاع كاركتر يونيك، وغادي نفهمكم كيف تستعملوه. نقولو له صنعنا سيري فيه تاع 40 كاركتر وسوفغارديه في فيشي سموه كاروف.txt ياك، ورا كيما هكا. دروكا نجمو نعيطو البروغرام، نعيطوه بال بهذوك 40 كاركتر اللي راه في هذا الفيشي هذا. كنت نديرو كيما هكا كات 40.txt، هذوك هما لي كاركتر كيما هكا ياك، ونعيطو له، نعيطو ديمارو البروغرام بهذاك لي كاركتر هذوك. شوف شاي عطينا، قالك segmentation fault كما قبيلات، وعطاتنا هاد الادريس.
puisque avec la série à 40 caractères, il est unique. Nous avons offset هي زعما شحال من زيرو حتى من مرتبة زعما البلاصة زيرو حتى هاد البلاصة شحال كاين من كاركتير بيناتهم. دونك نقولو باترن اوفسيت وهاداك لادريس هذا قالنا اوفسيت يساوي 28. دونك نجمو نصنعو البايلود تاعنا ياك payload cube clear قلنا نسحقو الادرس تاع جيف شيل ياك نسيته ديجا info functions ادرس هذا نسحقوه ونصنعو الاكسبلويت تاعنا نجمو user bin environment python ياك لي زيكسبلويت اللي غادي تقام في الانترنت دايما يبداو كيما هاكا سي با علاه هي في الحقيقة نجم نديرو ديال كيما هاكا ياك offset قلنا offset يساوي 28 ولا تنجم دير كيما هاكا باف كيما في الانترنت في لي سيت هاكا دي انيشياليزو الفاريابل قبل وعاد يزيدو له الاوفسيت كيما هاكا شنو قلنا نحقو الموديول امبورت نحقو الموديول ستراكت ياك نجمو تاني كنديرو فروم ستراكت import back بس كنت حقو حقيقة كنت حقو back كيما هكا ياك والبافر هذا شنو نزيدو له الادريس تاع جيف شيل كيما هكا باينري بيان سور نافيشو البافر هذا دونك نعيط البروغرام افيك الاكسبلويت تاعنا كوماند نوت فاوند ما على بالك رقم نديرو اكسبليسيت هنا حاجة تاع باش فوالا رانا كيما يقول لك باونينغ اوفر فلو دو راني دركا عطاونا الشيل كي تشوف هذا الهاشتاغ هذا عرف بلي رانا في الشيل تاع ديك فونكسيون كيف شيل اكزيت كي دير اكزيت غادي يقول لك سيجمنتيشن فولت باسكو خسرنا شغل كي عمرنا ستاك درنا لها اوفر فلو بالليزا هادو شو خسرنا ستاك كي كمل السيد كي زعما البروغرام يكمل من جيف شيل غادي سي غادي شغل يسي يرجع لواحد البلاصه بصح بيسكو حنا خسرنا ستاك سما غادي يعطيك سيجمنتيشن فولت جيسبر عجبتكم هاد الحلقه وان شاء الله الى الحلقه القادمه ان شاء الله السلام عليكم